باب الأعزاء من قناة أحد رسول الله مسموع مواد يوم مع حلقة جديدة من حلقات حدث في رمضان. حدث في رمضان اليوم 24 من شهر رمضان عام 20 هجرية الموافق 640 ميلادية، بدأ بناء جامع عمرو بن العاص. هو أول مسجد بني في مصر وإفريقيا كلها. بني في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها. كان يسمى أيضا مسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. كان حوله حدائق وأعنابا، فنصبوا الحبال حتى استقام لهم ووضعوا أيديهم، فلم يزل عمرو قائما حتى وضعوا القبلة. وكان المؤذن الراجل في ولاية عمرو رضي الله عنه لهذا المسجد أبا مسلم اليافعي رضي الله عنه، وكان من عاداته تبخير هذا المسجد. اهتم الخلفاء والأمراء والسلاطين والمماليك بتوسعة المسجد وترميمه، حتى قال ابن فضل الله العمري في موسوعته التي ألفها في القرن الثامن الهجري المساني: مسجد عمرو بن العاص مسجد عظيم في مدينة فسطاط، بناه موضع فسطاطه وما جاوره حيث المحراب والمنبر، وهو مسجد من فسيح الأرجاء مفروش بالرخام الأبيض، وعمده كلها رخام، ووقف عليه 80 من الصحابة وصلوا فيه ولا يخلو من سكن الصلحاء. ولا يزال مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه له المنزلة الكبرى والمكانة العظمى في قلوب أبناء مصر، خاصة في شهر رمضان، حيث يبلغ عدد اليوم 27 من رمضان من كل عام أكثر من نصف مليون مصلي. في مثل هذا اليوم 24 من رمضان 354 هجرية 965 ميلادية، قتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة بالنعمانية على يد فاتك ابن أبي جهل الأسدي. وكان المتنبي قد نظم قصيدة هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن زي ابن يزيد الأسدي العيني. في مثل هذا اليوم الموافق 24 من رمضان عام 717 هجرية الموافق 1317 ميلادي، توفي الشيخ ابن إسلام الدمشقي. برع ابن إسلام الدمشقي في التدريس والمناظرات وتولى الإفتاء بدار العدل في دمشق. في مثل هذا اليوم الموافق 24 رمضان 743 هجرية الموافق 1300 ميلادي، انفصل قضاء حمص عن التبعية لقضاء دمشق المنسوب سلطاني في عهد المنسوب محمد بن قلاوون، وتولى قضاء حمص القاضي شهاب الدين البارزي. وفي نفس الوقت تقريبا انفصل قضاء القدس باسم القاضي شمس الدين بن سادة الذي كان يتولى فيها القضاء تابعا، ثم أصبح فيها قاضيا للقضاة بعد استقلال القدس عن دمشق. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان الموافق 24 رمضان 829 هجرية الموافق 1425 ميلادية، قدم الشريف برقات ابن حسن ابن عجلان من مكة، وقد استدعاه السلطان برسباري بعد موت أبيه وولاه إمارة مكة على أن يدفع ما تأخر على أبيه بالإضافة إلى مبلغ 10,000 دينار، ولا تعرض لما يؤخذ بجدة من جمارك على البضائع الواصلة من الهند وغيرها. وكان الحجاز تابعا للدولة المملوكية التي كانت تمتد من شمال سوريا والعراق شرقا إلى برقة غربا. في مثل هذا اليوم 24 من رمضان 875 هجرية الموافق 1470 ميلادي، تم القبض على جواسيس أرسلهم شاه فار الثائر على الدولة المملوكية في الشرق، وأمر السلطان قايتباي بنفيهم بعد أن اعترفوا بكل شيء. وأثناء تأجيز الحملة لتأديب شاه سوار حوالى الأمير ابن قمتي كبير حراس الأمير يشبك قائد الحملة، حاول أن يسافر للحجاز ويدفع 1000 دينار وذلك لتفادى السفر مع الحمل، ورفض الأمير يشبك التصريح له بالهرب. في مثل هذا اليوم 24 رمضان الموافق 1393 هجرية الموافق 1973 ميلادي، أعلنت الكويت والبحرين والإمارات توقف تصدير النفط نهائيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حقق فيها النصر لأول مرة في الحرب العاشر من رمضان. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.